قبل ما نروح لكابتن ناصر، حد عنده رد على البيان والكلام اللي قاله العميد محمد مرجان؟ لما كلام القانون صحيح. لما القانون يتطبق كل واحد ياخد حقه، ممكن في الوقت ده تمد ايدك. بس انا رايي الشخصي انت ممكن تمد ايدك تعمل معاهده سلام مع الشيطان، ما تمدش ايدك لهذا الشخص. حد عنده تعليق؟